البدء اسمحوا لي أن أرحب بضيفينا الكريمين دكتور إبراهيم القادري بوتشيش وهو أستاذ معروف غني عن التعريف طبعاً، ودكتورة سوسن الفاخري، وقد أتانا من الدكتور هو عراقي ولكن أتانا من المملكة المتحدة، ودكتورة أتتنا من الأردن، فمرحبا بهما وشكرا لهما على تجشم أعباء السفر. بالواقع أنا التاريخ الرقمي هو أهم ثمرة نجمت عن منهج طويل عن مسار طويل في إطار المنهج الكبير. التاريخ الرقمي هو إحدى أهم ثمار المنهج الكبير وتطبيقاته. مصادره في بيئة ثقافية تستقبل الجديد ولا تتمسك بأمور يعني جاءتها عبر الزمن. نحن كأمة انتقلنا من العصور الوسطى بل وقبلها إلى العصور الحديثة، ونحن ولم حتى الآن نجري أي دراسات نقدية لهذا الإرث الكبير. بيئة صالحة كما قلت قبل قليل، ولكن نحن كيف نكتب التاريخ؟ 90% أو أكثر أو أقل، لا يوجد إحصاء كمي مضبوط لهذا، ولكن هذا الرأي العام كله يقول ذلك، أن 90% تقريبا من تراثنا، من مخطوطاتنا، من وثائقنا، من لقانا الأثرية، كلها ليست محققة وليست مدروسة. شخصيات في أكثر من علم ظهرت عنا، مهن ظهرت عنا، فيمكن قراءة اللي أقصده أنه قاعدة البيانات ممكن نستخرج منها المعلومات السياسية والثقافية والصحية والعلمية يعني والأدبية، كلها ممكن نستخرجها من قاعدة البيانات ونخرج بصورة شاملة عن الفترة أو المنطقة المشتغل فيها. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية شكل خوف من السرقات العلمية وخوف من المعلومة. ما أقدر أقوله بأنه ما أحدثته أو أفرزته التكنولوجيا الرقمية أيضا حلت هذه الإشكالية، وجود برامج يمكن أن تكشف ما هو ذكاء اصطناعي وما هو أيضا سرقة علمية ببرنامج. والآن التحكيمات العلمية للأطروحات ممكن ببرنامج ممكن تعرف حتى أي فقرة، ويعني ممكن هي هاي اللي تم سرقتها من هذا الكتاب. كان في البداية بدون هاي كان صعب إنه بالكتب الورقية إنه نكشف السرقات العلمية، لكن الآن صار أسهل بكثير، فما أبرزته التكنولوجيا أيضا ممكن تحل هاي الإشكالية. سؤالي التالي أوجهه للدكتور إبراهيم القادري بوتشيش، فكيف يعني يتثبت المؤرخ فعلا من صدقية هذه الوثائق؟ زمن ورقي وإيش زمن ورقية. في ما مضى كنا نذهب إلى الأرشيفات سواء في إسبانيا أو في المغرب مثلا، في الخزانة الحسنية مثلا أو في الخزانة الوثائق، كنا نذهب فيقول لنا مثلا إما أنها مصابة بتلف ويقوم بطمنها، أو مثلا يقول إنها موجودة عند واحد يدرسها الآن، انتظر حتى الغدوة أجي أو حتى ينتهي من هذا الباحث. الآن في ظل الثورة الرقمية أصبح بالإمكان أن يتناول الباحثون نفس الوثيقة في نفس الوقت أو في هذا طور مهم جدا. لذلك يجب على الباحثين طبعا أن يتثبت من مصادر أو من الموقع الذي أخذ منه، هل هو موقع في الجامعة؟ عندما يكون موقع في الجامعة يكون أكثر مصداقية، عندما يكون في معهد يكون أكثر مصداقية. لماذا؟ لأنه يراجع من طرف المدير ذاك الموقع إلى غير ذلك، فهنا كنحسب إحنا من المصداقية. ولكن إذا كان من يعني في موقع غير معروف، وهنا يجب أن نتغير وأن نحكم عقلنا حتى يمكن أن نخرج يعني نتيجة يعني تكون أقرب إلى التاريخ، لأن المؤرخ هو بحال واحد، إذا بغيت نقول لكم بحال واحد رجال التحقيق يعني رجل التحقيق يقوم بالاستماع بالإنصات
وفي عصر الصورة يمكن أن تثبت من ذلك. عندما ظهرت الطباعة، ولكن أن الذي أخذه على الطلبة وعلى الباحثين هي أنهم أصبحوا يعتمدون فقط على التكنولوجيا بدون الرجوع إلى المراجع الأساسية. التكنولوجيا، ولكن هناك تاريخ رقمي مرتبط بالأرقام والإحصائيات الموجودة داخل الكتب التاريخية، فهناك تداخل بين هذين، أو أن المسألة التقنية هي مرحلة متقدمة عن الجانب المعرفي المرتبط بالمعطيات المتوفرة، وكلاهما يخدمان نفس المنهج المرتبط بالتاريخ الرقمي بشكل عام. فقط سؤالي للأسف فرص لنجاح هذه التجربة المرتبطة بالجانب الرقمي في ظل أن هناك سرقات علمية تتم بشكل سهل، هناك أطارق جامعية أيضا ربما ليست في المستوى يتم بثها رقميا وتقدم مغالطات، على خير هل هناك هيئة علمية هدفها هو أن تميز بين الغث والسلم؟